بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الرواية الشريفة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ. إن ظاهرة الاهتمام بالعقل في القرآن الكريم وفي المنظومة المعرفية الدينية تنبئ عن موقعية العقل والتفكير العقلاني المنهجي في بناء شخصية هذا الكائن الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يتكامل في طريق الحق والهداية. وقد فهمت من طبيعة هذا العنوان أن السائل يبحث عن المؤمن الفكري للبنية الثقافية لهذا الشاب أو لذلك المثقف، حتى يقف بقوة أمام أي تيار ربما ينحرفون معه أو ربما ينبهرون بإنجازاته المعرفية أو الحضارية. وفي الحقيقة لا بد لي أن أستعرض بعض الأسباب التي أراها تمثل فيروسات للبنية الثقافية للشاب المعاصر، بحيث إن القضاء على هذه الفيروسات وعلى هذه المشكلات سوف يمثل طريق الحل بلا شك. إننا نريد من خلال هذه الكلمة أن نضع أيدينا على منهجية تؤمن للشاب الدقة في التفكير والدقة في الأخذ من هذا الكتاب أو من تلك الشخصية الثقافية. إن أكثر ما يثير في هذه المرحلة هو أننا نجد أن النخبة بدأوا ينحرفون في مسيرتهم المعرفية انبهاراً أو لوقوع خلل منهجي في الفكرة أو ما شابه ذلك، فتجد أن الدين أصبح غريباً عن جملة من النخب. فإذا كانت المشكلة في النخب واضحة، كيف نجدها في الشباب العادي الذي بدأ يقرأ، الذي بدأ ينبهر، الذي بدأ يتفاعل مع المنجز الحضاري الموجود حوله على الساحة الفكرية، خصوصاً مع ساحة منفتحة في العلم والمعرفة، مع وسائل التواصل التي أضحت أفضل طريقة لغزو الآخرين بطريقة ناعمة وتعبئة الآخرين في عقولهم وقلوبهم بأفكار ومشاعر لم يعتادوا عليها، لكنها تدريجياً أصبحت تمثل منهجاً وتمثل طريقة حياة. إذن دعوني أضع يدي على مجموعة من الثغرات التي رصدتها حتى نبدأ في عملية الحل. الثغرة الأولى هي الثغرة التي ألاحظها من خلال ما أعبر عن البعد عن التنوع المعرفي والفكري. لاحظوا، كلما كان الإنسان محصورا في دائرة ضيقة ويقرأ في دائرة ضيقة، بالتدريج يتولد لديه شعور بأن ما يملكه من فكر أو ما يقرأه من منهجية تمثل الحق المطلق، فينسى بأن الآخرين كذلك يفكرون مثله، وينسى ربما كان المنهج الآخر يملك من الحقائق أكثر من الحقائق التي يملكها. لذلك هذه الثغرة خطيرة، لأنها تضع الإنسان في دائرة الحقيقة المغلفة، فلا يسمح لنفسه أن يقرأ للرمز الآخر أو للكتاب الآخر
أو للمنهجية الأخرى. كلما ضاق أفق التفكير كلما اعتقد الإنسان بأنه لا يوجد وراء البحار إلا هو، ولا يوجد وراء عبادان قرية، لأنه يرى أن الحقيقة في هذا الاتجاه فقط وفقط. هذه المشكلة هي التي جعلت جملة من شبابنا يتشددون في فكرهم الديني أو فكرهم الليبرالي، بحيث يعتقدون بأنه لا يمكن لأحد أن يأتي ويناقشهم في فكرة، وإلا أصيبوا بذعر فكري وردة فعل مهولة، لأنهم جعلوا أفكارهم مقدسات، ومن يلمس تلك المقدسات فقد وضعهم في تيار كهربائي ذي ضغط عال. هنا ضعف التنوع يولد وهم الحقيقة المطلقة، هذا المشكلة الأولى. المشكلة الثانية البعد عن المنهجية العلمية، وأنا أدعو الكثير من الأحبة والأصدقاء أن يبحثوا عن الإجابة على السؤال التالي: ما هو المنهج المناسب في هذه المادة المقروءة التي أقرأها؟ فلو كنت في أصول العقائد، ما هو المنهج العلمي الذي يجب أن يبحث؟ لو كنت في الجانب الأدبي، ما هي المنهجيات المتوفرة؟ لو كنت أقرأ كتابا في الفلسفة، ما هي المنهجيات التي يجب أن تخضع في طريقتي للتفكير؟ حينما أقرأ في اللغة العربية والأدب العربي، ما هي المنهجية العلمية التي يجب أن أسخر لها هذه المادة؟ إن اختلال المنهجية أيها الأحبة يمثل مشكلة تجعل الإنسان يبتعد عن طريق الحق من حيث لا يعلم. أعطيكم مثالا حينما نتحدث عن العقيدة الأصيلة أو الأسس العقائدية المتينة، حينما نتكلم عن الأسس العقائدية السليمة، فإننا لابد لنا أن نستعمل المنهج العقلي، لأن العلماء قالوا أنه يجب النظر والمعرفة في أصول العقائد. تخيلوا أننا استدللنا بأصول العقائد بطريقة نقلية، إذن هنا سوف نقع في خلل منهجي ربما يؤدي بنا إلى انحراف عقائدي من حيث لا نعلم، بحيث نستغني عن المنهج العقلي ونستبدله بمنهج نقلي، فربما نقع في مشكلة أن الله عز وجل سوف يكون حينئذ مجسما، سوف يكون له جسم، سوف يكون له يد، سوف يكون له ساق، وهكذا من هذه المشكلات. مثال آخر، نحن في البحث الفقهي مثلا نتعامل مع ماذا؟ نتعامل مع منهج نقلي، هذا المنهج النقلي نعتقد أن الأساس فيه هو عبوديتنا لله عز وجل. العبودية لله عز وجل هي أساس الكثير مما هو في عالم العبادات. فحينما يأتي إنسان ويشكل على ظاهرة عبادية محضة، غيبية محضة، فيها درجة من درجات الامتثال والتسليم، والمنهجية العلمية تقتضي أن يبقى الإنسان على هذه المنهجية، لأن طبيعة البحث بحث تعبدي نقلي، ويأتي ويوظف الأداة العقلية، حينئذ سوف يقع في مشكلة. هذه المشكلة ربما تقوده إلى أن يقول بأن هذه الفكرة الدينية خرافة، وهي في الواقع ليست خرافة بعد أن ثبتت بالبرهان، لكنه ليس البرهان الذي استفاد منه وانتقاه، وإنما هو برهان ينتمي إلى منهجية مختلفة هو لم يعمل في سياقها، ولم يعرف الفرق بين المنهجية في البحث العقائدي أو المنهجية في البحث الفقهي. إذن نحن أيها الأحبة نعيش مشكلة الخلط المنهجي الذي سوف يجعلنا ماذا؟ الذي سوف يجعلنا نبتعد عن الحقيقة. هذا سبب ثان وهو سبب خطير. لذلك أنا أحببت أن أبدأ بهذه الرواية المباركة: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك. المنهج العقلي هو المنهج الأساس في إثبات الديانات الإلهية، في إثبات الديانات السماوية. لذلك حينما تهتم الديانات
بالعقل. العقل هو محور الحركة للإنسان المثقف، بحيث العقل يحكم عليه أن يبرمج المنهج حسب المادة المدروسة. فحينما يبحث عن أمور تجريبية، لا شك أن العقل سوف يقول له: ابني على المنهج الحسي في دراستك وفي منهجك، لا ينبغي لك أن تبني على الأطر المعرفية العقلية التي تنظر إلى حقائق الوجود مثلا، أو التي تؤسس قوانين حتمية ناظرة إلى القضايا الحقيقية. أنت في بحث تجريبي، ليس لك دخل بتلك المنهجيات. إذن الاهتمام العقلي يفرض علينا أن ننوع المنهج تبعا للمادة المبحوثة. المشكلة الثالثة مشكلة خطيرة جدا، وهي الخلل في التوازن النفسي. كثير من الذين ينحرفون عن الفكرة هم في الحقيقة اعتادوا على منهج صحيح، وهم متنوعين معرفيا، لكن المشكلة الداخلية في نفسه تجعله إما يستغرق في أناه وفي ذاته، فيعيش حالة من حالات الغرور المعرفي فلا يقبل إلا ما يصل إليه عقله، أو تراه يعيش اهتزازا داخليا وشعورا بالنقص في داخله، فيستورد الفكرة من الآخر المعرفي حتى يبني ذلك النقص المتوهم في عقله، أو تلك العقدة يعالجها بطريقة فيأخذ من ذلك المفكر ومن ذلك المثقف. هو يظن أنه إذا أكثر الاستشهاد للعالم الفلاني أو للفيلسوف الفلاني أو للملحد الفلاني سوف يعطي لنفسه قيمة إضافية، مع أننا لا نؤمن بأن المعرفة تعتمد على الرجال، بل المعرفة تبتني على الفكرة ونضوج الفكرة مهما كان قائلها. إذن حالة الاهتزاز النفسي ربما تجر الإنسان إلى درجة من درجات الانجرار إلى ما يقوله الآخر، فيجرب ما يقوله الآخر، يكرر ما يقوله الآخر، يحاول أن يطبقه على نفسه، وفجأة تجده قد انحرف عن المسار المطلوب. وقد رأينا نماذج كثيرة في الحقل الديني في هذا الاتجاه. المشكلة الرابعة التي يمكنني أن أرصدها هي الانبهار من الفكرة، الانبهار من الآخر، وهذه ربما ندرجها ضمن الخلل النفسي، وربما نتعامل معها على أنها سبب، على أنها هي السبب المستقل، لأن الانبهار هي الرغبة في محاكاة الآخرين. أنا أؤمن بأن المنظومة الليبرالية العالمية هي المنظومة الحاكمة، هي المنظومة التي أنتجت لنا كل عظيم، أنتجت لنا كل تكنولوجيا، لولاها لما زلنا نسير على الجمال. فبالتالي حينما أخذ منهم هذا الإنجاز الحضاري في عالم الأشياء، سوف أنبهر وأخذ منهم بالتدريج المثاليات في عالم الأفكار، فسوف أكون ولا أفرق حينئذ، ولا أقول بأنه بإمكاني أن أستثمر عالم المعاصرة وعالم الإنجاز الحضاري الغربي في الجانب المادي بلا مشكلة، ولكنني لا أنحاز إلى عالم الأفكار التي يؤمنون بها والمنظومة المعرفية التي يؤمنون بها. لذلك من لا يفرق بين هذين العالمين، عالم الأشياء وعالم الأفكار، سوف تكون شخصيته شخصية منبهرة. القرآن الكريم يحدثنا عن أزمة مشابهة، يقول عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هؤلاء يعيشون حالة من حالات الانبهار للتورة أو المعجزات، للتورة أو القيمة، للتو تجاوزوا البحر، والبحر الذي انشق لهم أغرق فرعون وجنده، لكنهم سرعان ما رجعوا إلى الخلف، لأن الذي أثر في شخصيتهم ليس أنهم ليسوا موحدين، الذي أثر في شخصيتهم أنهم انبهروا بتجربة الآخرين في الحديث مع الغيب.
النقطة الأخيرة التي أريد أن أؤكد عليها وثم أبحث عن الحلول. النقطة الأخيرة هي، وأنا قد لاحظت هذه النقطة حاضرة في بعض المجتمعات الشرقية، وهي تصميم الانحراف الشخصي بمسمى ثقافي. وربما تلاحظ معي بأن بعض من كان متدينا وانحرف فكريا ومن ثم انحرف سلوكيا، يبدو أنه كان منغمسا في وحل الخطيئة لم يستطع الخروج منها، ووجد من المقالات الثقافية والمعرفية ما تجعله يبرز للآخرين على أنه ليس منحرفا، على أنه مثقف. لاحظوا حينما يتحول شرب الخمر مثلا من ظاهرة إجرامية أو منحرفة في الشريعة إلى ظاهرة ثقافية يتباهى الإنسان بها، فإن هذه كارثة. حينما يتحول الغناء من حرام شرعي إلى ظاهرة للثقافة وهو يريد أن يغلف انحرافه بهذه النظرية، سوف يدافع عن تلك الأفكار التي تؤمن هذا النوع من السلوك، فسوف يدافع عن حرية الاختيار التي تعني بأن الإنسان حر في تصرفه حتى لو خالف في ذلك الشريعة. ربما يدخل على نطاق فقهي آخر ويقول أنا لا أؤمن بأن الغناء حرام، ربما يدخل في على نطاق ثالث وربما يقول أنا أقلد من يرى التفصيل في حلية وحرمة الغناء. هكذا هو يبحث في لاوعيه، في عقله الباطن كان يبحث عن مؤمن لطبيعته الانحرافية، فوجد مقالة ثقافية أدت به إلى الانبهار. لاحظوا هذه الأفكار الخمسة التي عرضتها بخدمتكم، هذه أسباب تمثل جذور عميقة لحركة الانحراف الفكري عند الشاب المتدين، واستنبطتها، حاولت أن أستنبطها من وقائع أنا أعيشها حتى لا أكون مثاليا في طريقة عرضي وفي طريقة تقديم الفكرة. إذا عرفنا المشكلة دعونا، ما هو الحل؟ الحل بأضدادها تعرف الأشياء. حينما أتحدث عن أن عدم التنوع المعرفي هو مشكلة خطيرة في ذهنية الإنسان، لأنه تجعله محليا في تفكيره، تجعله يرى أن العالم كله هو الذي يعيش فيه دون سواه، إذن الجواب ما هو؟ الجواب أنه يحتاج إلى التنوع المعرفي القائم على احترام رأي الآخر ومحاولة فهم كيف يفكر الآخرون. كلما استطعنا أن نفهم النظريات المقابلة، كلما زاد يقيننا بعقيدتنا وأفكارنا المعرفية، وأصبحت لدينا الأدوات المعرفية لنقاش الآخرين. لكن كلما تقوقعنا على أنفسنا فإننا لا نستطيع أن نعالج الأفكار، وسوف نخاف من أي إنسان يأتي ينقد. لاحظوا هناك تناسب طردي بين أن تعيش الفكرة في عمقها وبين أن تعيش الفكرة مقارنة مع أفكار الآخرين. فكلما زادت قدرتك على مقارنة أفكارك مع أفكار الآخرين، كلما زاد العمق عندك في فكرتك، وكلما كانت متبنياتك أكثر منهجية. هذا هو التناسب الطردي. ارفع من مستوى المقارنة بين أفكارك وأفكار الآخرين، سوف يزداد إيمانك بأفكارك. هذا لكل إنسان يؤمن بأن منظومة الدينية هي المنظومة الحقيقية. أما من يعيش مشكلات أخرى مثل اللي ذكرناها من الانبهار أو ما شابه، فلا حديث له معي أو لا حديث معي حول فكرته. لذلك التنوع الفكري المقصود به أنني حينما مثلا أتحدث عن ظاهرة التوحيد، لابد أن أرى ما هي الظواهر المعاصرة لهذه الظاهرة. سوف أجد أن الإلحاد له اتجاهان في المرحلة المعاصرة. اتجاه الإلحاد العلمي القائم على نظريات
وسوف أجد ما كتبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتاب فلسفتنا يحاول أن يعالج هذه المشكلات. الآن لدينا إلحاد من مقاس آخر، وهو إلحاد ترويجي، إلحاد تسويقي. هذا الإلحاد الترويجي التسويقي لا يقوم على مباني فلسفية، وإنما يقوم على ضرب الآخر وضرب أفكار الآخر. والمتدين في بحثه التوحيدي والعقائدي عليه أن يقارن بين أفكاره وبين تلك الأفكار التي يناقشها الملحدون الجدد، حتى تقوى عنده الحصانة، وحتى لو عاش مع أفراد يؤمنون ببعض هذه الأفكار تجده قويا في البرهان، قويا في الميزان، كيف والله عز وجل يريده أن لا يتبع منهج الأولين ولا يتبع منهج الآباء والأجداد، لأنه منهج الظن. في البحث العقائدي يريد الله عز وجل لنا أن نبرهن على أفكارنا بشكل عقلي بالمقدار الذي نفقه وبالمقدار الذي نعي. لذلك الذي يقارن بين المنهج الديني وبين المنهج الإلحادي إن كان هو منهجان، فسوف تزيد عنده رسوخ، سوف تزيد الأفكار رسوخا، وسوف تقل احتمالية أن ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال في فكره العقائدي. هذا نموذج من النماذج. كما أن النظام التشريعي الإلهي مثلا، أكثر ما من الإثارات المهمة في هذه المرحلة هي إثارة عقوبة الإعدام لكل لمن ارتد. نحن نعرف أن فقهاء المسلمين المشهور بينهم أن المرتد يقتل، فكلما تعرف الإنسان على خصائص الدليل كلما كان قويا أمام الآخرين. وهذه خصائص الدليل كما تلتقي بموضوع المنهجية العلمية في الدراسة تلتقي مع موضوع التنوع، لأنه سوف يرى أن فقهاءنا يتنوعون في تكييف الأدلة ويتنوعون في طريقة الدفاع عن الإسلام في التهمة الموجهة إليه في أنه لا يحترم الأديان. إذن عزيزي الشاب، حينما تقرأ للفقهاء الذين هم يتفاوتون في الدليل أو يتفاوتون في النتيجة، هذا سوف يعطي لك قوة داخلية وقناعة داخلية بأن المسألة ما زالت مرنة وما زالت تمثل الإسلام بدرجة من الدرجات، لكنك حينما تقابل الذي يشنع على الإسلام فإنك تعطيه النظرية كاملة، تقول له لدينا ثلاثة آراء، الرأي الأول، الرأي الثاني، الرأي الثالث. هذا التنوع يفيدك أنت في الدفاع عن الإسلام لو لم يستوعب الطرف المقابل البرهان المشهور، لأننا لدينا وظيفة الدفاع عن الإسلام في كل المراحل. إذن هذا العلاج الأول، نتنوع ونقرأ، لكن يجب أن يكون تنوعنا ويجب أن تكون قراءتنا يجب أن تكون ضمن منهجية متوازنة واضحة. نتدرج من الأقل إلى الوسط إلى الأصعب. القفز في المراحل المعرفية أثناء التنوع سوف يسبب لنا مشكلة في أننا لن نستوعب الأفكار بشكل جيد. هذه المسار الأول للحل. المسار الثاني للحل أن نتعود على المنهجية العلمية في التفكير. ليس كل ما يخطر في بالك من فكرة هي صائبة، كما أنه ليس كل ما يخطر في بالك من أفكار هي خاطئة. ما هو المعيار الذي يجعلني أفهم أن إشكالي على الفكرة الثقافية الفلانية صحيح أو خطأ؟ إذا أنا كنت جاهلاً بالمنهجيات، أعزائي المثقفين، نحن نحتاج أن نخضع إلى دورة اسمها دورة مناهج البحث العلمي، حتى أتعرف على منهجية البحث العلمي في كل حقل معرفي. فإذا تعرفت على منهجية العلوم سوف أرى أن أكاديمياً يجب أن أتعامل مع دليل الاستقراء كدليل أساسي حينما أبحث عن الظواهر اللغوية، وأبحث عن الدليل النقلي كدليل أساسي حينما أبحث عن المنهج الفقهي، وسوف أرى أن المنهج العقلي هو الأساس حينما أتحدث فلسفياً أو
عقليا أو عقائديا. إذن التنوع المنهجي الذي أراه الذي أدرسه وأطبقه سوف يجعلني أبتعد عن الخلل في الاستدلال، عن الخلل في أن أستدل على فكرة تعبدية محضة أحاول أن أكلف البحث ما لا يتحمل وأتي بدليل عقلي مثلا. يجب أن نفرز بين منهجية الفيلسوف وبين منهجية المتكلم وبين منهجية العارف حينما نتكلم في موضوع عقائدي. أليست هذه مناهج ثلاثة؟ وكل منهج من هذه المناهج له طريقة برهانية مختلفة وله قاموس ومصطلحات مختلفة. فكلما زادت خبرتي بهذه المنهجيات وبقاموس كل منهج، كلما كان اقترابي من الحقيقة أقرب، وكلما كانت نسبة أن أفهم الموضوع خطأ ويؤدي ذلك إلى انحرافي كانت نسبة ذلك أعلى. الحديث عن كثير من المسائل التاريخية يقع في هذه المشكلة. هناك مسائل تاريخية هي مسائل تاريخية محضة، والمسألة التاريخية يجب أن تدرس ضمن نظرية حساب الاحتمالات. نحن نجمع الاحتمالات حتى نحصل على الوثوق بهذه الرواية التاريخية أو تلك. ثم لو أن إنسان جاء واستعمل البرهان العقلي في قضية تاريخية نقول له هذا ليس هو الميدان المناسب. لو أن إنسان رمى ظاهرة تاريخية بالخرافة من دون أن يبحثها منهجيا سوف نقول له قد نلتقي معك في النتيجة، لكن الطريقة التي وصفت بها الظاهرة الفلانية بأنها ظاهرة خرافة لم تدرسها ضمن المنهج الصحيح. بل حتى في بعض المسائل العقائدية مثلا انشقاق القمر، هل حصل انشقاق للقمر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله واعتبر ذلك معجزة أم لا؟ هذا يجب أن يبحث ضمن السياق القرآني الروائي والعقلي، لأنه حدث تاريخي عقائدي قرآني جاء بذكر هذه الحادثة، جاء ذكرها في القرآن الكريم. إذا وقفنا في الحديث عن ظاهرة انشقاق القمر فقط عن الجانب العقلي، أنا عقلي ما يصدق كان اختل الكون لو صار انشقاق قمر، واكتفينا بهذه المناقشات لعرفنا بأن ما نحن فيه إنما هو كلام غير ممنهج. مجرد أن تكتشف بأن إنسان يتكلم بمنهجية خاطئة إذن سوف تعلم من أين تناقشه. أنت أيضا أيها العزيز حاول أن تعرف كيف تتحدث في المسائل. كل مسألة تقرأها في كتاب أو تسمعها لخطيب أو لعالم أو أنك الآن تسمعني، افرز هذه الفكرة ضمن أي منهج يجب أن نحاكمها. هل هو المنهج العقلي؟ هل هو المنهج الاستقرائي؟ هل هو المنهج الاجتماعي؟ هل هو المنهج النفسي؟ حتى تعرف من أين تؤتى الفكرة فلا تدخل عليك المناهج وتنبهر بفكرة دون أخرى. من الحلول المهمة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان هي أخلاقية التفكير، وأقصد بأخلاقية التفكير هي أن يكون الإنسان متوازناً بحد الموضوعية. بمعنى آخر، دائماً الفكرة التي أقرأها يحتمل أن الآخرين الذين خالفوني وصلوا إلى رأي مخالف. هذا الاحتمال لا بد أن أجعله في الميزان، وهذا منبه دائماً يذكره علماؤنا. مثلاً حينما يأتي أحد ويناقش أن العلماء لماذا يفتون بهذه الفكرة، بعض الأجوبة التقليدية تقول له من أنت؟ هؤلاء العلماء قضوا ليلهم ونهارهم بالبحث والتحقيق، هذه الفكرة صحيحة لكنها ليست هي الجواب. الوجه الصحة فيها ما هو؟ أنه حينما أخالف فكرة الآخرين لا يأخذني الغرور وكأن الآخرين لم يفكروا أبداً، أنا الوحيد في الكون اللي فكرت بالمسألة وأنا اللي بطلع بنتيجة، هذا غرور علمي. لذلك الأخلاقية في التفكير تعني أن يكون الإنسان موضوعياً في البحث أيضاً موضوعياً في إنصاف الآخرين، ومحتملاً دائماً في أنه ربما يأتي يوم ويغير رأيه لأنه يكتشف عناصر القوة في رأي الآخرين. وفي الحقيقة أنا أقول لكم عن خبرة، كل ما تعمقنا في قراءة البراهين والمسائل العلمية، أفرض في مسألة كمسألة مثلا مسألة الهلال،
كلما قرأتم للأعلام في عالم الفقه والاستدلال عن استدلالاتهم وتبحرهم، كل ما وصلت إلى قناعة بأنك ما زلت في أول الطريق، بسبب أن كثافة المنجز الفقهي يجعلك متواضعا حتما بالضرورة، يجعلك متواضعا في أن لا تدعي شيئا جزافا، لأنك حينما تدعي شيئا جزافا سيقال لك كيف تجيب على النظرية المخالفة لك، كيف تجيب على إشكالاتنا. بمعنى آخر، من يريد أن يحصل، ربما الإنسان أخلاقي بطبعه وربما لا، فأنا نصيحتي لمن للإنسان الذي دائما يشعر بحالة من التمرد أنه امتلئ من التراث، لأن الامتلاء من التراث إذا تولد عن هذا الامتلاء إبداع فسوف يكون إبداع بوزن ثقيل، كالإبداع الذي أنجزه الشهي المطهري والإبداع الذي أنجزه السيد الصدر، ومثل النظريات الإبداعية التي أبرزها الإمام الخميني قدس سره في بحثه الأصولي والفقهي. هذا جاء بعد التراكم المعرفي. التراكم المعرفي من في فهم المنجز يجعل حديثك ذا وزن ويجعلك أكثر تواضعا. لذلك كل ما زادت معلومات العالم ومعارف العالم كلما زاد تواضعا للعلماء، لأنه يعرف ويقدر كم تعبوا في هذا الطريق حتى لو هو خالفهم، لكنه يبقى بحالة من الإعجاب لهذا الجهد. وهذا لا يتحقق للإنسان السطحي الشاب الذي لا يقرأ كثيرا، لن يحصل على هذه السمة إلا إذا كان هو من طبعه هكذا، الله خلقه بهذه السمة. لكن في الحالة الطبيعية كقانون، من يقرأ كثيرا يقدر العلم كثيرا ويجد نفسه متواضعا، وتكون عنده رغبة الجموح أقل، وإن كانت عنده رغبة الإبداع أكثر. هذا الكلام الذي نقوله لا يحطم المبدعين، وإنما يجعلهم يحفظوا تراث الآخرين حتى يعرفوا إلى أين وصلوا، وهم يقولون سؤال الإبداع ماذا لو زدنا على هذه النظريات. هم يعرفون النظريات المسبقة ويزيدوا عليها، لكن المنحرفين فكريا في الغالب هم لم يفهموا رأي الآخرين، لم يعرفوا منهجهم، مباشرة يقفز على كل ذلك ويأتي برأي مستقل بلا قدرة على تجاوز الآخرين بشكل منهجي. إذن إحنا نحتاج إلى تنوع معرفي، نحتاج إلى منهجية في التفكير، نحتاج إلى أخلاقية التفكير، ونحتاج إلى شيء نعبر عنه بديمومة التفكير. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. أحبتي، العلم هو حركة مستمرة، التعلم هو حركة مستمرة، القراءة هو حركة مستمرة. سوف يكثر المنحرفون في زمن لا قراءة، أمة اقرأ لا تقرأ. لذلك وجدنا أن الجميع يسوق لأفكاره من دون علم، الجميع يجد بضائع، يجد من يشتري هذه البضاعة الكاسدة عنده، لأن الجميع لا يقرأ في هذه الأيام. متى سوف نقرأ أيها الأحبة؟ متى سوف نعيش النضج المعرفي؟ القراءة، النضج المعرفي هو الذي سوف يجعل عملية التعلم عملية مستدامة، والعملية المستدامة هي تحصين دائم، تحديث دائم. لذلك اقبلوا على الكتاب مرة أخرى، اقرأوا مرة أخرى، امتلئوا سماعا من المحاضرات المعرفية الدقيقة، اسمعوا للنخبة الصالحة من العلماء والمثقفين الذين يرشدونكم الطريق. هكذا سوف نعيش ديمومة الحركة. أي خلل في عملية الثقافة المتواصلة سوف ينتج عنه انحرافا، أو إذا لم يكن انحراف ركود في الماء المعرفي، والماء الراكد هو الذي تدخل فيه الميكروبات والحشرات أو ما شابه ذلك. لا بد من ديمومة في طلب العلم والمعرفة، سواء كان العلم الديني أو الثقافة المعرفية العامة. كل واحد منا في حقله المعرفي ديني أو دنيوي يجب عليه أن يستمر في عمليته، في عملية صيانة المعرفة عنده، حتى هذه العملية تمثل عملية تحديث لنظام التحكم الداخلي، وتقل حينئذ نسبة خروجه عن
الخط الأساسي الذي نريده له. أخيراً أحبتي، وقد شارفت على استهلاك وقتي، لابد أن نعيد النظر في الدائرة المعرفية الأساسية حتى تكون عندنا البوصلة الصحيحة للمعرفة. لابد، وأنا حديثي هنا للمثقف المؤمن، للمثقف المتدين، المثقف المتدين، المثقف المؤمن، أوصيه بأن يعيد النظر في بنيته المعرفية حتى يزداد رسوخا وقوة. احنا شوفوا في الجانب الفقهي، في الجانب العقائدي، في الجانب التاريخي، في الجانب المرتبط بالثقافة المعاصرة، نحتاج إلى ألف باء المعرفة في كل الاتجاهات. لا يمكن للإنسان أن يكون أن يقول أنا متدين وأنا مثقف وهو لم يمتلئ من ألف باء المعرفة في كل هذه الحقول. متديننا يحتاج أن يعرف ألف باء في الحقل القرآني، ألف باء في الحقل العقائدي، ألف باء في الحقل الأصولي المرتبط بعلم الفقه ويأخذ بمقدار الثقافة الأصولية، عنده ألف باء الفقه في المسائل الأساسية، عنده ألف باء فيما يتعلق بسيرة المعصومين والمنجزين على تاريخ الحضارة الإسلامية، عنده ألف باء. إذن أنا لا أطالب بالصيانة على كل المستويات، أنا أطالب فقط في أن نتأكد من موضوع، هل نحن حينما نتنوع معرفية وحينما نطالب بمنهجية فكرية وحينما نطالب بأخلاقية المعرفة، أحبتي هل نحن واقفون على أرض صلبة؟ لا أقول بأن الأرض الصلبة غير قابلة للنقاش، نعم، أنت قف أولا على الأرض الصلبة ثم لاحقا انظر في براهينها، انظر في معالجاتها، لكن لابد أن نقرأ. إحنا اللي نعبر عنا في الحوزة العلمية بالمقدمات، ماذا يعني المقدمات؟ المقدمات تعني الأسس التي ينبغي أن ينطلق من خلالها الإنسان في دراسته. إحنا كشباب متدين لابد أن نحتوي ألف باء المعارف الإسلامية، لابد أن نخرج من شيء اسمه دبلوم الفقه والمعارف، دبلوم العقائد والمعارف التي تشمل الفقه والعقائد والسيرة والأسس التفكيرية الأساسية، الأسس المنهجية الموجودة في القرآن الكريم. هذه ألف باء المعرفة الدينية التي يكون على أساسها الإنسان متدينا. إذا اكتملت الدائرة المعرفة الأصلية عند الإنسان، حينها سوف يكون لكلام السابق وزنا، وسوف يكون لكلام السابق مجالا للتطبيق. أما إذا كنا ما زلنا بعيدين عن دائرة التواصل المعرفي الأصيل الذي يمثل الدين والذي يمثل العقيدة الدينية، هل يمكن أن نقرأ للآخرين ونحن لم ننتهي من قراءة الألف باء معرفتنا، ألف باء عقيدتنا، ألف باء فقهنا؟ هذا أمر عجيب، لا يمكنني أن أتصور الشاب المتدين يكافح عن الدين ويعمل لأجل الدين وهو لم ينجز ألف باء الفكر الديني. لذلك كل الأحبة الذين يقرؤون ويتنوعون في قراءتهم، أقول لهم اقرأوا وتنوعوا، لكن بعد أن تثبتوا على أرض صلبة ثم انطلقوا، ليس لأجل أن أكبلكم على تلك الأرض الصلبة، وإنما حتى تنطلقوا على منهج ما ثم تقيسوا، ثم سوف تعرفوا أن تلك الأرض الصلبة التي كنتم وقفتم عليها هي صلبة أم لا من خلال نضجكم اللاحق إن شاء الله تعالى. أنا أكتفي بهذا المقدار حتى لا ينتهي وقتي وأنا لم أوصل الأفكار. وفي الأخير، الله عز وجل علمنا في قرآنه القاعدة الأساس التي تحفظنا من الانحراف السلوكي والفكري، ومن أهم تلك القواعد قوله عز وجل: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اجعلوا المعرفة متوازنة عندكم من خلال امتلاككم العناصر
الأساسية والأصيلية والأصيلة من المعرفة الدينية ثم انطلقوا، وإلا سوف نكون ممن أخسر الميزان المعرفي وممن طغى في ميزان الاستقامة الفكري. لذلك أجدد لكم ولنفسي دعوة أن نقرأ المزيد مما سطره علماء هذه المدرسة المباركة. الحمد لله رب العالمين، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. أتمنى أن أوصلت لكم الفكرة بشكل متماسك وجديد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأجدد شكري للأخوة الأعزاء في برنامج الثقافي. شكرا جزيلا لهذه الدعوة وهذه الاستضافة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ الدكتور محمد العمير على هذه المحاضرة القيمة والتي ذكر فيها الثغرات في البنية الفكرية أو كما عبر عنها بالفيروسات، وذكر في هذا الموضوع خمس نقاط، وهي البعد عن التنوع الفكري وعدم اختيار المنهج الصحيح للقراءة والخلل النفسي والانبهار من الآخر وتصميم الانحراف الشخصي بمسمى ثقافي. ثم تعرض سماحته إلى الحلول، فذكر منها رفع المستوى المقارنة بين أفكارنا وأفكار الآخرين، وكذلك مسار التعود على المنهجية العلمية للتفكير، وأشار سماحته إلى أخلاقية التفكير وديمومة التفكير والقراءة، ثم نوه إلى على كل شاب ديني يريد أن يتثقف بثقافة أن يمتلك ألف باء المعرفة الدينية. الشكر الجزيل إليكم سماحة الشيخ على هذه المحاضرة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.